النهارده في السي اي بي في البنك حوالي 1,321 مليار مليون وكسور. دي منحة من مين؟ منح جماعة، كان المنح دي اصلا من سنة 89 90 91 وجت 2005 و2006، كان منح جاية من الاتحاد الاوروبي والكلام ده. المنح دي موجودة دلوقتي في البنك. المنح دي اصلا جاية لايه؟ لاقراض الفلاح قرض دوار بفايدة بسيطة، فايدة 4-7%. الفلاح، انا اسأل اي فلاح في مصر يعرف حاجة عن الفلوس دي؟ عملوا بها ايه بقى القيادات ذات الايدي المرتعشة، اعضاء الشبكة العنكبوتية التدميرية اللي بتدمر في كل شيء في مصر، وكلام الجهات الرقابية بيدمروا في كل شيء في مصر. انا بعرض مستندات، لا تردوا عليا ولا تدخلوني السجن. عملوا ايه بقى في المنح دي حضرتك؟ احدث، بس يا دكتور، يا دكتور سعيد اهدى. طب عشان خاطري بس اشرب حاجة.